أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم الأحد 26 أغسطس سنة 24. مقطع اليوم هو للكبار جدا فقط، فلو سمحتوا لو في أي حد موجود تحت السن القانوني قولوا له يترك المكان. ومعظم الكلام عن سيدنا النبي الأمي هو يعني عن الجنس والقتال، نكح وقتل رسول الله، غزا ونكح وقتل. المهم خلينا ما نشوف، هحاول بقدر المستطاع أتفادى بعض العبارات حتى اليوتيوب ما يدينيش سترايك مرة تانية عقوبة يعني. مقطع اليوم هو زواج المتعة. واقع الأمر أنه في كل دول العالم فيها يعني بعض الأمور الخليعة، في دول أوروبا، في أمريكا، في إفريقيا، في الدول الإسلامية، في كل مكان اللي بيبحث عن الشيء ده بيجده. أنا أتذكر في، مش فاكر بالظبط، ولكن في بداية ثمانينات القرن الماضي، يمكن سنة 80 حاجة زي كده، كان في فيلم عمله رجل بريطاني كان اسمه موت أميرة، Death of Princess، أعتقد سنة 79. المهم يعني مش متأكد، اللي عايز يشوفه يبحث عنه. وده كان بيتكلم عن الأشياء اللي كانت بتحصل في المملكة العربية السعودية آنذاك، وده كان يعني بالنسبة لي أنا يعني شيء مذهل، لأنه الصورة اللي كنا بنعرفها عن السعودية آنذاك هو إنها دولة منغلقة جدا، تكاد تكون ككوريا الشمالية، ومفيش أي حاجة بتدخلها أو بتخرج منها، كانت دولة بوليسية يعني. فحكاية إنه يكون في ضعارة ومعروفة فين، دي كانت مدهشة لي، وعرفتها عن طريق هذا الفيلم، وكان مرتكز على قصة حقيقية يعني. اللي عمل الفيلم ده السعودية، مش فاكر، عرضت عليه حاجة زي 8 مليون جنيه استرليني في هذا الوقت، ده كان مبلغ كبير جدا، ولكن المخرج لم يقبل ونشر الفيلم، وده كانت ضجة كبيرة جدا للسعودية. ليه؟ لأنه في الفيلم ده كان بيعرفك إنه السعودية، داخل السعودية في كل المدن، مدن السعودية، في اللي هي بيسموها الريد ديستريكت، يعني أصحاب الراية الحمراء يعني موجودين لحد دلوقتي، بس كانوا بيسموه إيه؟ بوتيك. إيه البوتيك ده؟ يعني بيبيعوا ملابس فاخرة وكده، والشخص اللي هو عايز يشوف الملابس بيدخل المحل وبيختار البائعة، السيلز ليدي، اللي هي السيدة اللي بتبيع، إحدى البائعات، بيقول لها وريني مثلا البدلة دي أو الملابس دي، وبعدين عايز يشوف بقى إذا كان يعني الفيتنج على مقاسه وكده، فبيدخل اللي هي الغرفة بتاعت المقاس اللي هو بيغير فيها ويشوف، وبتدخل معاه هي كمان عشان تساعده يشوف. وده كان مكان الدعارة،
وكل الناس عارفة والحكومة السعودية عارفة، وكان في بلاوي. فده زواج، عفوا، ممارسة الجنس مقابل المال، دي مهنة كمان معروفة منذ الأزل، كويس؟ فحكاية إن إحنا الطاهرين ومش عارف إيه الكلام الفاضي ده، هو عيب وغلط. خلينا صريحين مع أنفسنا. فزواج المتعة موجود، وموجود في كل دول العالم، وأعتقد كمان كان لحد قريبا، يعني كان في اليابان دفعت تعويضات لكوريا مقابل الاستغلال الجنسي اللي تم للفتيات الكوريات الذين أخذن أسرى من القوات اليابانية وكانوا بيستغلوا حتى الموت. فالحكومة اليابانية اعترفت بهذا الجرم ودفعت، ما تقدرش انك انت يعني تعوض او تسترجع ما حدث، فدفعوا مبالغ باهظة لكوريا عشان مقابل الاستغلال ده. ففي بيع الهوى، واحدة بتبيع جسدها، وفي المشتري ما بيغصبهاش، لا، فهي بتعمل كده عشان ربما وسيلة الرزق الوحيدة ليها، فبتعمل كده. فده موجود. اللي ربما نكون غير منتبهين ليه، انه الناس بتعمل كده، ولكن لما يجي دين بيعمل لي براجماتيزم، يعني بيمشي حاله. فانا هحط لكم ده في الديسكريبشن بوكس، في صندوق الوصف، انه مؤسس الاسلام احل زواج المتعة. انا هقرأ لكم، هحاول اكون حريص جدا، لانه حتى القراءة الان اليوتيوب بتعاقب عليها، برغم ده مش كلامي، ده من الكتب الموجودة في الفقه. اوكي، خلينا نشوف كده. عن نكاح المتعة، حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحداري، حدثنا بشر، ابن مفصل، حدثنا عمارة عن صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال: فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، يعني حوالي أسبوعين، بيعد اليوم والليلة باتنين، عشان يطول لك المدة يعني. فبدل ما يقول لك 15 يوم بقول لك 15 يوم و15 ليلة، فمش قادرين بقى. فراحوا لمؤسس الفكر فأذن لنا، قالوا له يعني مش كده، النسوان سايبينهم في المدينة ومش كده بقى، نعمل ايه؟ فقال لهم اطلعوا كده بقى فرفشوا، شوفوا شغلكم. فطلعوا شوفوا شغلهم، فأباح لهم، بيقول هنا: فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، أذن لهم في متعة النساء، يعني اطلعوا ابحثوا عن فتيات الليل وشوفوا نفسكم. فخرجت أنا ورجل من قومي، هو يعني رجل اللي بيتكلم اللي بيحكي الحكاية دي، هو وبعض أقاربه أو من نفس العشيرة أو شيء من هذا القبيل، طلعوا ولي عليه فضل في الجمال، يعني كان هو شاب صغير ووسيم الشكل، أما التاني كبير السن ومش وجيه قد كده يعني، وهو قريب من الدمامة،
مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن كان ابن عمه ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقناها فتاة مثل البقرة العنطنطة. هنا دول بقى واحد وابن عمه، شاب صغير ولكنه وسيم، ولكن عنده معطف يعني متآكل، لكنه شاب صغير ووجيه. التاني كبير في السن شوية، وطبعا لما يكون كبير في السن عنده حاجات أفضل، كسب أموال أكتر في حياته فعنده حاجات أفضل، فالمعطف بتاعه كان أجمل. فوجدوا بنت بيشبهها هنا بإيه؟ البكر، يعني كأنها ناقة بكر ذو عقبة طويلة، طويلة القامة، العنطنطة. فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبدلان؟ يعني هتدفعوا إيه؟ واضحة أوي أهي، هتدفعوا كام؟ فيبدو إنه ما كانش معاهم إيه، لا ذهب ولا فضة أو أي شيء يدفعوه. فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بعده، كل واحد نشر يعني فتح لها، هيديله المعطف ده مقابل الجنس، يعني ده ما معناه. فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلي عطفها، فقال إن بعد هذا خلق وبعدي جديد غض، فتقول بعد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البنت جميلة طويلة القامة، كما يعني أنا بقول لك اللي في الكتاب، جميلة وطويلة القامة. فجولها لما مؤسس الفكر الإسلامي قال لهم طيب يعني 30 يوم، مش 15 يوم و15 ليلة، دي طويلة قوي، يعني نجمعهم تبقى 30، فانتوا يعني حرام، روحوا شوفوا كده نفسكم. فطلعوا شافوا البنت الفتاة دي، ويبدو إن هي من باعة الهوى، يعني بتبيع جسمها ده، ولكن يعني مش لأي حد، لازم تكون ولد شكلك برضه وجيه، لان يبدو ان هي شابه صغيره. فاختارت ان هي تاخد المعطف اللي هو المهلهل او القديم، لانه الشاب شكله اجمل وسيم، فاخدته عوضا عن ابن عمه. ده بتصريح من مؤسس الفكر الاسلامي، قال لهم اطلعوا اعملوا كده. واقع الامر انه هحط لكم ده كمان في الديسكريبشن بوكس، في صندوق الوصف، انه مؤسس الفكر الاسلامي حلل هذا الشيء. يعني في دول كتيرة في العالم وفي اديان متعددة، ابدا ابدا ابدا، يعني في اسرائيل، في روما اللي هي فيها الفاتيكان، في دول اسيا حيث الديانة البوذية أو الهندوسية أو عندهم دعارة، كل الدول دي فيها دعارة، ولكن ليست من سيد الدين أو سادة الدين، وخاصة مش من مؤسس الدين. ده هنا مؤسس الدين هو اللي سمح بهذا الشيء، مش عمر بن الخطاب، مش ده او ده او واحد تافه، لا، ده المؤسس ذاته، وبعدين حرام، وبعدين حلله، والرجل
المرة الأخيرة السنة بيقولوا حرامه، الشيعة بيقولوا لا. ولذلك الشيعة حتى الآن عندهم زواج المتعة، وموقف الشيعة بيقولوا إنه السنة عندهم خزي من هذا الشيء، فبيقولوا إن الرسول حرمه، بينما وقع الأمر أنه لم يحرم، فلذلك فنحن نستمتع. للأسف الشديد جدا إنه سوريا والعراق وإيران، الدول اللي هي فيها يعني مأساة، خاصة من الشيعة والسنة بيعملوا نفس الشيء بالمناسبة دلوقتي، بقول لك شيء حلال حله لنا رسول الله. أنا واحدة ست مثلا جوزها قتل وعندها أولاد عايزة تأكلهم، وده بيقول لها ده محلل. يعني كان في البي بي سي عملت برنامج في لندن عن زواج المتعة، موجود حتى في الدول الغربية، موجود في ألمانيا، موجود في بريطانيا، ما سمعتش عليه عنه في أمريكا حتى الآن. ولكن ده لما يكون مؤسس الفكر بيشرع بمثل هذا، وأنا أعتقد الصراحة من وجهة نظر الشخصية أنا أعتقد أنه لم يمنع لم يحرم، لأنه شيء قلت عليه. يعني على سبيل المثال السرقة، هي السرقة إما أنها شيء محلل أو طبيعي أو ممكن أي حد يمارسه، أي شخص يمارسه، أو السرقة خطأ ممنوع، واحدة من الاثنين. ما ينفعش أن أنا أحلل السرقة يوم وتاني يوم أقول لأ السرقة غلط، وبعدين أرجع أحل السرقة وأرجع تاني أقول لأ السرقة غلط. دي حتى دي تعمل زبزبة في دماغ السامعين. وهذا ما يقال، إنه السنة اتفق السنة والشيعة على إن مؤسس الفكر الإسلامي أحل زواج المتعة ثم حرمه، أحله المرة الرابعة الشيعة بيقولوا لن يحرمه بعد ذلك أبدا، ولذلك نحن نعمل به وصريحين فيها. أما السنة يقول لا، آخر مرة منعوا بتاتا، ومنع أكل لحم الحمير معاه. وبعدين أنا مش فاهم إيه دخل لحم الحمير فجأة إنه ما تاكلش؟ يعني الناس كانت متعودة إنها تاكل لحم حمير، لحم عايز تاكل لحم كلاب حتى تاكل لحم كلاب. مش إن أنا يعني بأشجع على هذا، ولكن إيه اللي يدخل أكل لحم معين مع عمليات زنا؟ أو يعني علاقة غير شرعية؟ أهو حشو. ويبدو إنه فعلا كما يقول الشيعة، مش إن أنا بتفق مع الشيعة في اللي بيعملوه أو يقولوه، ولكن يبدو إن هم صريحين على الأقل بيواجهوا الموقف، بيقول لك لم يحرم لم يمنع، مفيش حاجة منعته، ده دي تقليعات سنية. وأنا أعتقد إن هذا بالضبط كده، إنه دي لم يحرمه مؤسس الفكر الإسلامي، ولكن من الخزي، لأنها شيء مخزي. هنا في حديث عن السنة، حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع ابن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة فقط. دي ما النهي بس، فجأة كده نهى عن نكاح المتعة، ما فيش قصة طويلة، بس نهى، ما قالش في أي موقف إزاي أو شيء زي كده. لذلك أنا أقول أنه ده شيء ملفق السنة، وليهم الحق يعني انهم يشعروا بالخزي ويحاولوا يمنعوا شيء زي كده.
ولكن ده انت بتمنعه، مش مؤسس الفكر، ده مش تشريع، ده رؤساء الدين بعد موت مؤسس الفكر بيعملوا الكلام ده، بيحاولوا يمنعوا هذا الشيء. فأنا مش ان انا يعني بشجع على الشيعة او السنة، انا لا اشجع ايا منهم، ولكن اعتقد ان هم اكثر صدقا. من احدى الامور يعني المبكية المضحكة، انه فيه رجل الاسلام في السنة مقسم الى اربع مناهج، منهم واحد اسمه ابو حنيفة. وهنا ابو حنيفة بيقول كلام ابو حنيفة، هحط لكم ده في الديسكريبشن بوكس. ذهب الامام ابو حنيفة الى ان من استأجر امرأة ليزني بها ثم فعل بها ما استأجرها من اجله فانه لا حد عليه. والتفسير هنا بقى او التعليل، لانه قد استوفى منها ما استأجرها من اجله، والإجارة عقد تقويم به، عقد تقوم به الشبهة عنده، ويترتب على قيام هذه الشبهة رد العقوبة الحدية. واستدل الإمام أبو حنيفة لذلك بما روى عن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه من أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يستسقيها حتى تمكنه من نفسها، فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنها. ده يعني على منحطة على طول كده، امرأة يعني ربما جعانة وعطشانة في منطقة الصحراء، وراحت هنا تستسقي. هنا مش لازم تكون مية فقط، الرجل ده عنده مواشي او ابل، فعايزة شوية حليب من الماشية بتاعته لأنه عطشانة وجعانة. فطلبت منه شوية، قال لها لا، أنا أديلك حليب ليه؟ تديني نفسك أديلك حليب. ف يعني عفوا، لما يكون الإنسان في على وشك الهلاك ربما بيساوم في هذه الحالة، ويبدو أن هذا ما فعلته هذه المرأة. ولذلك عمر الخليفة الثاني رفع عنها الحد لأنها على وشك تهلك. وإحنا صراحة ما إحناش عارفين، إحنا مش عارفين، هي ربما كمان هي عايزة تعمل، وقالت لك إيه، أألف لي قصة. كويس، أألف لي قصة، لو حد سألني اتمسكت أو حد سألني أقول لهم كنت عطشانة وما ادانيش، وقال لي مقابل ده تدفعي ده وده يبقى في السليم. فبنعملش غلط، دي ايه، عقد تجاري. المهم ده كتاب الله ورسوله والدين الذي سيخلصنا من شعور أنفسنا. نشكركم ونحب نسمع منكم.